السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بحضراتكم في فيديو جديد قصير استكمالا للفيديو السابق اللي هو دراسة الكثافة أو تعيين الكثافة النباتية بطريقة المربعات أيضا، ولكن باستخدام الخريطة. ليه الخريطة؟ احنا قلنا معمل افتراضي بديلا عن الزيارة الحقيقية للفيلد أو الحقل أو المزرعة، طبعا ده الأفضل. مفيش إمكانيات بنلجأ للمعمل الافتراضي لأنها تطبيق فعلي للنزول للفيلد. طيب احنا في الاختبار مش هنخش بالاجهزه الالكترونيه، فبنرجع لطريقه الخريطه زي ما حضراتكم شايفين. بيبقى عندنا خريطه مربعه كده مستطيله، احنا بنرسمها بنحطها بنقسمها لمربعات. المربعات دي بالاتفاق ممكن تبقى 20 و10، زي ما واضح عندنا 17 9، ايا كان. وبنحط فيها رموز الحروف دي، رموز عن النباتات. احنا هنا محدد 4 نباتات فقط، اللي هو الاي والبي والسي والدي، العشار والصنت والغاده والرمث. وفي عندي محور افقي اللي هو السين من 1 ل 17، والراسي من 1 الى 9. طب انهي مربعات اللي هختارها؟ بنبتدي نعمل ايه؟ صندوقين صغيرين ونقطع ورق زي بعضه بالظبط، نكتب من 1 ل 17 نحطهم في صندوق كانها زي قرعه، والصندوق الثاني من 1 ل 9 بيطلع 2 طلاب، واحد يختار ورقه من هنا واحد يختار ورقه من هنا، فبيعمل لي الاحداثي الاول اللي هو 1 7. اجي 1 و7 اللي هم يلتقوا في النقطه دي، وهنعرف ازاي بنختار المربع، وادي الاحداثي الثاني وهكذا. فبتبقى عندنا الخريطه بالشكل ده كده، ادي الاحداثي الاول 1 وادي 7 بيلتقوا فين؟ اهو بنعمل السهمين دول بيلتقوا في النقطه دي. طيب بنيجي بعد كده بنلاقي ايه؟ اهو بنلاقي النقطه دي في 4 مربعات حواليها. طب احنا اشمعنا اخترنا ده؟ برضو بطريقه عشوائيه عشان ما يبقاش فيها تحيز، بنعمل 4 ورقات في صندوق اخر زي بعض بالظبط، بنقول والله فوق يمين فوق يسار، تحت يمين تحت يسار، وطالب بيطلع يختار ورقه منهم. احنا هنا اخترنا اللي فوق يمين، خلاص احنا اتفقنا عليه. يبقى ال5 نقاط اللي احنا هناخدهم هناخد المربع اللي على اليمين. اهو ادي النقطة الأولانية 1 7، ادي 1 7 التقوا في نقطة، في 4 مربعات حوالين النقطة دي، هناخد المربع ده. هنا نفس الحكاية، نقطة التقاء المربع ده، هنا المربع ده، هنا المربع ده، هنا المربع ده، ادي 5 مربعات. بنيجي عند كل مربع ونشوف هنا مثلا في 2A نروح نكتب في الجدول، 2B نروح نكتب في الجدول، 1C نكتب في الجدول، وهكذا. اهو الجدول ده الجدول اللي احنا خدناه وعرفنا طريقه ان احنا ازاي بنملاه في الفيديو السابق. بنيجي على المربع الاول بنشوف الاي، نحط البي السي لغايه لما نملى العمود الاولاني، وبعدين ناخد المربع الثاني لغايه لما خلصنا ال5 مربعات. نيجي بقى نشتغل بالشكل ده كده، النبات الاولاني بنجمع الاعداد بتاعته في ال5 مربعات، ونحط الرقم ده، الرقم ده نحطه في البسط، وبعدين نقسمه على مساحه المربعات ال5. طب المربع الواحد مساحته 4، جبناها منين؟ طول ضلع المربع 2، احنا واخدينه 2، ممكن يبقى 1 متر، ممكن يبقى 3 متر، يبقى 2 في 2 ب4، عددهم 5، يبقى مساحتهم 20، بنحطها في المقام، نقسم ال6 على 20 ونقسم وهكذا باقي ايه الكثافات المطلقه، نجمعها يطلع لي رقم هنا. نيجي بعد كده عايزين الكثافه النسبيه بتاعت كل واحد، ناخد الكثافه المطلقه دي نحطها في البسط ونقسمها على المجموع بتاعهم، هنا تطلع لي كثافه نسبيه، عشان كده بنضرب في 100 لانها نسبه ايه؟ مئويه. وده احنا اشتغلناها قبل كده في المعمل الافتراضي السابق. ان كنت احسنت فمن الله، وان كنت اخطات او نسيت شيئا فمن نفسي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ولا تجعل في عملنا رياء او سمعه يا رب. والى ان نلتقي في فيديو جديد ان شاء الله يكون مبسط او تجربه جديده، اترككم في رعايه الله وامانه، واسالكم الدعاء بظهر الغيب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.